نحن قصة أمن يقولوا لنا مسألة فلول تنطبق لزول ما عنده في أهله ولا سخلة وتخبأ ورا جونجر. الجنوبين عندهم قضية، لكن في زول واحد عنده ما عنده قضية أصل أساسا ولا عنده قواعد، عنده مشكلة حرب دخل في حركة جونجر وبقى مستشار ومرة في الإذاعة مرة في الآن يا سلام الحركة الشعبية دخلته المجلس الوطني الآن يتهم الناس بأنهم فلول. والله الفلول أنت والزيك والمستحوذ يا سلامان هيك. نحن يا بتاع اللي يقول للفلول ما احنا نقول لك الكلام اللي قالوا يا هو نفس الزول كافيه طيار، لأنه نحن كلام كافيه عاجبنا لكن نحن نتعفف عشان ما نقول طوالي مباشر، لكن مؤيدين كلام كافيه طيار. أما بعدين ما مشى جونجرن ما لقى له حته ثانيه، مشى مع الحلو وعقار عشان دي مناطق فيها نزاعات. الان جاء وبقى مستشار للرئيس ويقول الان الفلول وكذا. يا ياسر ارمان نحن ما في حاجه تهزنا. اول المؤتمر الوطني اللي انت بقيت برا مع جونجرن وقاتلت الجيش السوداني، نحن بدون قتال جيش الآن مصورة ومحفوظة يوميا، كنا نعمل مثل هذه اللقاءات في 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 عندما نختلف مع المؤتمر الوطني. أنت لو مشيت ورا جونجرن نحن شبابنا كلهم مرقوا بقيادة الزعيم موسى. ملك ملك موسى حبيب. وتحملنا القصف بتاع الطيران والجو، أنت يا ياسر أرمان محلك الجنائية ما مستشارية ال 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 ال